يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقوم بعض أئمة المساجد في رمضان بقراءة القرآن في الصلوات الجهرية مربوطة بقراءته في صلاة التراويح، فهل هذا العمل مشروع؟ هذا العمل محدث، هذا عمل محدث، ولا يكفي هذا عن فضيلة قراءة القرآن في قيام الليل. المشروع في هذا الشهر أن يقرأ القرآن من أوله وآخره في قيام الليل، صلاة التراويح وصلاة التهجد، وأن يختمه على الأقل ختمة واحدة، وإن ختمه أكثر فهو أحسن. وقد أدركنا من أدركنا من مشايخنا وأئمتنا أنهم يختمون القرآن في قيام الليل في شهر رمضان 3 مرات، والله أدركناهم يختمون القرآن في قيام رمضان 3 مرات ويشرعون في الرابعة، ولكنهم كانوا يتعبون ويصبرون على قيام الليل ويحفظون وقتهم، وهم مغتبطون ومسرورون ولا يتعبون من الناحية النفسية، وإن تعبوا من ناحية البدن إلا أنهم من الناحية النفسية مرتاحون وفي سرور وفي نعمة وغبطة. وأما نحن فأصبحنا إذا جاء رمضان كأن أمامنا سجن، نريد المخارج ونريد، ومن ذلك هذا المخرج الذي يسلكه بعضهم، وهو أنه يحتسب قراءته في الصلوات الفرائض يحتسبها من صلاته في قيام الليل، وهذا غلط. وبعضهم يحتسب قراءته وهو جالس في المسجد يحتسبها من قراءة قيام الليل، وهذا كسل وخمول. ما الفرق بين اللي يختم القرآن 3 مرات في هذا الشهر في صلاة الليل والذي ما يختمه ولا مرة واحدة أو يرقعه من هنا وهناك ويحتسب أشياء ليست داخلة في قيام الليل؟ هذا من الإحداثات ومن الحيل التي لا تجوز. نعم.